السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد خيال ودرس جديد. النهاردة هنتكلم فيه عن الموكب انيميتد. طبعا اكيد اغلبنا يعرف يعني ايه موكب. الموكب دائما كنا بنستخدمه موكب ثابت. الموكب عبارة عن ملفات بي اس دي بنقدر ان احنا من خلالها نعرض اعمالنا بطريقة تحاكي الواقع عشان العميل يقدر يفهمها بعد ما تخلص. بمعنى اخر، لو انت عندك اي تصميم ايا كان، هو مصمم بيزنس كارت، مصمم فلاير، بروشور، منيو، غلاف كتاب، ساين بورد، رول اب، ايا كان ايه التصميم، بتبقى عايز تعرضه على العميل عشان يتخيل شكله بعد الطباعة هيبقى عامل ازاي. فبتبتدي تبحث عن موكب، والموكب ده منتشر بطريقة كبيرة جدا، مجاني على الجوجل تقدر تنزله. بس كان دايما الموكب عندنا بيبقى موكب جاهز. احنا النهاردة هنتكلم عن الموكب المتحرك. اثناء بحث الفتره الاخيره لقيت ان في موكب متحرك بدا يظهر وبدا الناس تستخدمه، فحبيت ان انا اسلط الضوء عليه في الفيديو ده. في الفيديو ده هنشوف المواقع اللي تقدر تنزل منها الموكب المتحرك، وتقدر ان انت تستخدمه بمنتهى السهوله على برنامج الفوتوشوب زي النماذج اللي بتظهر قدامنا وانا بتكلم دلوقتي. اول حاجه هروح للموقع ده اللي هو موكب وورلد. ده موقع معروف جدا للموكب، كل الموكب اللي فيه فري، ممتاز جدا سواء للموكب الثابت او المتحرك. بعد ما هتفتح الموقع هتروح هنا للسيرش للبحث وهتكتب انيميتد، هيطلع لك موكب كتير زي ما انتم شايفين كده. كل دي حاجات متحركه على فكره، وحاجات كمان في نفس الوقت مجانيه. طبعا انت شايف ان الموكب ثابت عندك، ولكن لو ضغطت عليه كده او قبل حتى ما تضغط عليه، معنى ان انت لقيت كلمه انيميتد يبقى الموكب ده متحرك. فهتضغط عليه بالمنظر ده هيخش لك على الموكب نفسه. دايما ادام لقيت هنا كلمة فري، تأكد 1000000% ان الموكب ده فري، تقدر تنزله فري، لان في ناس بتوصل لهنا وبرضه ما بتعرفش تنزل، وهوريكوا ازاي ننزله. هتلاقي تحت شرح اليوتيوب عشان تشوف شكل الموكب قبل ما تنزله، فتقدر ان انت تبص بصة كده عليه قبل ما تعمله داونلود، بحيث ان تشوف هل هو مناسب لك ولا غير مناسب. زي ما انتم شايفين طبعا الموكب ده موكب للكافي كاب، تقدر ان انت تستخدمه بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين. طيب لو رجعنا باك تاني ورحنا على اي موكب تاني احنا محتاجينه، تعالوا نبص مع بعض. مثلا نختار واحد كنت انا استخدمته قبل كده وجالي تعليقات كتيره جدا ازاي عملت الشكل ده. الموكب ده انا كنت استخدمه قبل كده في عرض شعار كنت انا مصممه، فهضغط كده على الموكب ده. تعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي نعمله داونلود وازاي نستخدمه. انا شكل الموكب عندي هو موجود. طبعا زي ما قلت لك هتلاقي تحت له نموذج متحرك، هتعمل بلاي عشان تشوف بس شكله. الشكل ده انت محتاجه فعلا، هل هو مناسب ليك ولا لا قبل ما تنزله. لقيت ان هو ممتاز ومناسب ليا، انا محتاجه فعلا، فهروح هنا لكلمة داونلود. دايما كانت الصفحة دي بتظهر للناس، والناس مفكرة ان الموكب هنا بفلوس فبترجع تاني باك. لا، معنى ان موجود هنا كلمة $0، اتأكد منها تماما، يعني الموكب ده مجاني بدون اي مبالغ مالية. طيب المطلوب منك تعمل ايه؟ المطلوب منك هتيجي هنا تقول له برضو تكتب له زيرو، تكتب له زيرو هنا. وهنا طبعا بيقول لك السايز بتاع الموكب قبل ما تنزله، وبعدين تعمل له اي ونت ذس، يعني انا محتاج الموكب ده. هيطلع لك برده الصفحه الثانيه برده مكتوب زيرو، يعني الموكب ده مجاني ما تقلقش. هو كل اللي طالبه بيقول لك دخل لي ايميلك، فهتكتب الايميل بتاعك. طبعا يبقى ايميل ينفع او شغال بالفعل. وهنا بيقول لك انت معاك كود ولا حاجه. ده مع الكود ده في الحالات الموكب اللي بفلوس، لان في موكب بيبقى بفلوس، فانت لو معاك كود بيعمل لك خصم على الموكب ده. فانا معيش اوريدي اي كود، وفي نفس الوقت انا مش محتاج خصم لان الموكب ده فري. فهضغط هنا على طول على جيت، هتنتظر عليه شويه هيجيب لك البانل دي. كل المطلوب منك ان انت تضغط هنا على كلمه داونلود، وبعدين هيطلع لك زي ما انتم شايفين كده، طلع لي على طول بدأ التحميل عندي. فدي الطريقة للتحميل من الموقع ده. اي موكب انت عايزه هتبقى بنفس الطريقة اللي انا شرحتها دلوقتي. هروح طبعا اشوف انا محتاج اسيفه فين على الديسكتوب عندي، واقول له سيف، هيبتدي يسيف معايا زي ما انتم شايفين، ويبتدي يعمل داونلود. لحد ما يخلص داونلود انت ممكن بقى تنزل وتعمل تشيك على الموقع، تشوف الحاجات اللي انت محتاجها تاني. هتنزل هنا برضو، الموكب ده جميل جدا جدا، ممكن تستخدمه خاص بالساعة، ممكن تضغط عليه هيدخلك على شكل الموكب ازاي. عندك كمان صفحة تانية هنا تقدر توصل لها. انت عندك برضو الموكب ده كان الطلب كتير جدا، وهو خاص بال كأنك بتعرض مجلة او كتاب بالمنظر ده. ممكن تنزل هنا كده تبص عليه،
دي الطريقة بتاعته زي ما انتوا شايفين، بتحط تصميمك وكأن تصميم مجلة أو كتيب بيتقلب معاك داخل البرنامج الفوتوشوب. نفس الطريقة برضو هتروح تعمل داونلود وبتبتدي تنزله حسب ما انت محتاجه. أنا عندي برضو موقع تاني جميل جدا، الموقع ده عندي برضو فيه موكب كتيرة قوي قوي، وممكن تلاقيها مختلفة شوية عن الموقع الأولاني، ولكن الموقع ده فيه حاجات فري وفيه حاجات مدفوعة، فانت ادخل بقى على اللي انت محتاجه وشوف هل هو فري ولا مدفوع. يعني لو انت رحت على موكب زي ده هتنزل هنا هتلاقي كلمة داونلود، انت هنا شايف الموكب قبل ما انت تبتدي تعمله داونلود، هتضغط على كلمة داونلود هنا. هنا انت اول ما دخلت لقيت ان الموكب هنا سعره $5، فمعنى كان الموكب ده غير فري، مش هتقدر انت تستخدمه بطريقة مجانية. طبعا عايز تشتريه اشتريه، ما عندكش اي مشكلة. عايز برضو تحاول تبحث عن الحاجات الفري، لو عايز تشوف هل هو فري ولا لا، انت خلاص عرفت ان هو في الموقع ده مدفوع، فانت ممكن خلاص انا عرفت اسمه، فممكن اخد اسمه كده كوبي جميل واروح على جوجل وابحث على نفس الاسم ده، ممكن تلاقيه في مواقع اخرى يبقى فري. تمام، فعندك الموقع ده زي ما قلنا فيه حاجات جميلة جدا، ده فري انا كنت نزلته قبل كده زي ما انتم شايفين خاص بالموبايل. هتلاقي بقى موكب كتير وقعد انت ادور، ده بتاع المجلة اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية، انزل تحت الموكب ده او الموقع ده فيه اكتر موكب شوية من الموقع التاني، ده برضو ممتاز جدا، اعتقد ان هو فري لو دخلت عليه عملت داونلود. اول ما دخلت عليه لقيت ان مكتوب هنا $0، معنى كده ان الموكب ده فعلا فري. نفس طريقة التحميل برضو، هتكتب هنا زيرو وبعدين تقول له I want this، وبعدين تكتب هنا الايميل بتاعك اهو، وبعدين تقول له جيت، تنتظر ثواني هيجيب لك البانل دي، تضغط على فيو برودكت وبعدين هيطلع معاك يجيب لك البانل دي، تقول له داونلود، هتلاقي اتنين داونلود اللي هو الاتفاقية وهنا الداونلود بتاع الموقع بنفسه اللي انت عايزه. لو عايز تنزل كله داونلود قول، لو عايز تنزل حاجة واحدة بس هتنزل، انا محتاج بس ده فاعمل له داونلود كده. خلاص انت عرفت الطريقه وعرفت المواقع اللي تقدر منها تبحث عن الانيميتد موكب او الموكب المتحرك. عندك برضو موكب زي ده اللي انت عايزه وقتها هنا داونلود، وتخش وتشوف هل هو فري ولا هو مدفوع. وزي ما قلنا لو لقيت حاجات مدفوعه انت تقدر تاخدها، زي الموكب ده برضو ممتاز كنت مستخدمه قبل كده، ولكن اعتقد هتلاقيه على الموقع ده مدفوع، فانت ممكن تاخد الاسم بتاع الموكب كده وتنسخه على جوجل وتبتدي تبحث عليه، ممكن تلاقيه في مواقع اخرى مجاني. عندك حاجات اكثر احترافية هتلاقيها تحت برضو ممكن تنفعك، فابتدي بقى انت عيش مع الموقع. انا قلت لك الطريقة ازاي وازاي تحمل الموكب المتحرك. طيب ننتقل دلوقتي للفوتوشوب بقى ونشوف ازاي نتكلم عن الموكب ده وازاي نعدل فيه وازاي نصدر منه على طول حاجات متحركة. بعد ما عملت داونلود للموكب لو فتحته هتلاقي فيه ملف BCD تفتحه على الفوتوشوب مباشرة. طبعا يستحسن يكون عندي الفوتوشوب حديث اللي هو فوتوشوب فيه التايم لاين، هتلاقيه تقريبا ابتداء من CC وانت طالع موجود في خاصية التايم لاين، تقدر تروح لويندو عشان تتأكد منها. لو لقيت التايم لاين يبقى انت الفوتوشوب بتاعك هتقدر انت تعمل عليه الموكب المتحرك. طبعا زي ما تعودنا والناس اللي عارفة يعني ايه موكب عارفة ان دائما الموكب بيكون عندك في ملف او في لير سمارت اوبجكت، فانا عندي هنا كل الليارات اللي انا اقدر اتحكم فيها اللي هي سمارت اوبجكت، وفي منها اللاير ده مكتوب تشينج ذس، يعني تقدر ان انت تغير. هنا هو بيقول لك غير الشكل اللي انت عايزه او التصميم اللي انت عايزه اللي هو ده، لو مجرد ما تضغط دبل كليك هنا تقدر تغيره. طيب عشان اشوف الحركه قبل ما اعمل اي حاجه هتروح هنا للويندو وبعدين التايم لاين وبعدين تقدر تشغل بلاي، فتقدر تشاهد الحركة زي ما انت شايف كده على الفوتوشوب مباشرة قبل ما تقدر ان انت تحط الموكب بتاعك. لو انت تمام كده بالنسبة لك فهروح هنا للسمارت اوبجكت اضغط عليه دبل كليك، هيفتح لي ملف خاص بيه لوحده كده، تقدر ان انت تحط التصميم هنا بتاعك. فانا هروح للستريتور وليكن اجيب التصميم بتاعي، هجيب اللوجو بتاعي، انا هاخد الشعار بتاعي وعلامة السبسكرايب واخدها كنترول سي كوبي، واروح للفوتوشوب واحطها كنترول في، اقول اوكي. تقدر طبعا تستخدمها بيكسل او سمارت اوبجكت مش هتفرق معايا كتير دلوقتي، وتشتغل عادي في الملف ده، تصميمك عادي جدا كانك داخل فوتوشوب عادي جدا، تكبر وتصغر وتعمل اللي انت عايزه، تغير الوان جريدينت. تمام، بعد ما خلصت التصميم بتاعك كل عليك ان انت تقفل الفايل ده، هتقفله ولازم طبعا تحفظه، هيجي لك الرساله تقول له يس عايز تحفظ، هقول له نعم. بعد كده هتلاقي الموكب بتاعك او التصميم بتاعك اتحول مباشره على الشكل بتاعي، تقدر برضه تعمل بلاي عشان تتاكد انت شغال تمام.
هتلاقي كل حاجة تمام والموك اب موجود عندك اوريدي. طبعا هنا تقدر تتحكم في اي حاجة انت عايزها، الفون نفسه تقدر تغيره دبل كليك هنا تغيره، الشادو اللي تحت ده تقدر دبل كليك هنا وتغيره، سواء تخففه او تغير لونه او تعمل فيه اي حاجة. الريفليكت ده او الاضاءة اللي فوق اللي انت شايفها دي تقدر تخففها برضه من هنا لو انت عايز تخففها، لو انت شايفها ان هي مضايقاك، فتقدر تعمل اي حاجة وتغير اي حاجة في العناصر اللي عندك بتاع العناصر سمارت اوبجكت عندك اللي في الملف. طيب بعد ما خلصت الموضوع ازاي ان انت تصدره عشان تبتدي تعرضه على موقع التواصل الاجتماعي، عندك طبعا حاجتين واتكلمنا فيها قبل كده، تقدر ان انت تصدر جيف مباشرة من الفوتوشوب، او تقدر ان انت تسيف او تصدره ملف في فيديو ام بي 4 حسب المكان اللي انت عايز تعرض فيه. لو انت طبعا هتعرض في الفيسبوك فانا افضل لك تصدر جيف لانه بيبقى خفيف وبيعيد تحميل نفسه مباشره، هيفضل شغال على طول. لو انت بتعرض على انستجرام، انستجرام ما بياخدش جيف، فلازم تخليه صوره او عفوا فيديو ام بي 4. لو انت هتعرض على تلفزيون طبعا او على جهاز ممكن تخليه برده ام بي 4، ايا كان ايه الطريقه اللي انت هتعرض بيها. خليني اوقف واروح هنا للزرار او الايقونه الصغيره دي اللي بتصدر منها او بتعمل ريندر للفيديو، او ان انت هتروح للفايل اكسبورت وشوف انت عايز تعمل ايه. لو عايز تعمل بي جيف هيبقى هنا، هتضغط على سيف فور ويب. لو عايز تعمل ريندر للفيديو هيبقى هنا. انا هنقول ان احنا هنعمل ريندر فيديو، هيفتح لي البانل القصادي ده. هنا بتكتب اسم الموكب اللي انت عايز او اسم الملف اللي انت عايز تصدره، وهنا مكان الملف اللي انت هتصدره. طبعا دي الاعدادات بتاعي دايما بنخليها اتش 264، وهنا البريسيت عايزه هاي كواليتي ولا ميديوم ولا لو، او انت عايزه بصيغه معينه او هتعرضه مثلا على اليوتيوب بصيغه معينه حسب ما انت محتاج. وهنا طبعا السايز بتاع الملف، هو كان عندي اصلا اتش دي، ده المقاس الاتش دي عندي، تقدر طبعا تقلله او تصغره من هنا برضو لو انت حابب. وبعد كده بسيب كل الاعداد زي ما هي وبتعدين بتقول له ريندر. ده في حاله تصديري الملف فيديو او ام بي 4. لو عايز اصدره جيف يبقى اعمل ايه؟ اروح لقائمة فايل اكسبورت سيف فور ويب، تنتظر عليه لحد ما يحمل او يقرأ الملف هنا، وبعدين هيبتدي يظهر معاك هنا في المعاينة. بعد كده هيفتح معايا البانل اللي انت شايفينها دي. طبعا انا مختار هنا جيف اوتوماتيك، ما تغيرش اي اعدادات من هنا الا لو انت سبق لك قبل كده غيرت حاجة، فتأكد ان انت عندك نفس الاعدادات اللي قدامك دي. اهم حاجة عندي عايز اعرفها في الانيميشن هنا ان انت هتروح هنا وتخليها forever. forever يعني بتقول له دايما كرر الحركة، اول ما الحركة تخلص تكرر اوتوماتيك، فتبقى دايما شغالة. طبعا هنا السايز انا مش محتاج السايز كل ده بالنسبة للجيف، عشان هيبقى تقيل قوي معايا ومساحته كبيرة قوي، فما يجي يترفع على اي ويب سايت هيبقى تقيل قوي وهو شغال. فانت ممكن طبعا تعلم هنا نسبة وتناسب وتصغر كل ده، مثلا تخليه 600 او 640، وممكن برضو هنا تقلل حاجة بسيطة تخليه 99% بحيث يقلل المساحة بتاعت شوية. وبعد كده طبعا بتقول له سيف ويبتدي يتصدر معاك عادي جدا. بكده يكون درسنا النهاردة انتهى، اتمنى يكون استفدت منه. انتظروني ان شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.